هذه القضيه ديال الولوج ديال الملعب، وكانوا من قبل كيقولوا بانه تيقطع بالسيت كيشي بوان ام ا، دابا قال لك حق التسهيلات. انا اللي كيعجبني هو النظام القديم، تيقطعوا في الملعب، تيقطعوا على الحريري، تيقطعوا في تيرا الرجاء، تيقطعوا وتيعطيو المهله ديال واحد 5 ايام 6 ايام 7 ايام، بنادم تيمشي كياخذ لي تي كيديروا على خاطره، ماشي بحال دابا كيشي بوان ام ا ولا تسهيلات كدير واحد الاكتظاظ. فاذا ملي كنجيو كنلقاو دابا الناس قطعوا لي بي ديالهم خداو في الكيشي بو ام ا، عندنا 39 اللي غادا تدخل كيف ما وقع في الماتش ديال الرجاء مع وفاق سطيف، حنا عندنا في 39 و 800 فاذا به كنلقى 54 الف 60 الف، كي داروا ليها منين جات هذاك الشيء؟ وهذاك الاكتظاظ راه هو اللي خلق فوضى في الملعب، الناس ما عندنا ما لقاش حتى فين تخرج اصاحبي، حاشاك تيقضي غراضهم مع كامل الاسف. واللي كيتحمل المسؤوليه وهو اللجنه التنظيميه وهذيك الشارع ديال ايفنت الله ياخذ فيهم الحق. ودابا هذا ما كاين لا خير 35 كافيه ما والو، دابا بغينا الصداع دابا هذا الرجاء باش الجمهور ديالها ديال 35، واش راه كيعمر تيان ديالو 70 ديال يدخل بنادم؟ حتى فين غيخليو دابا الصداع الناس الزنقه يوليو يديروا الصداع يولي الاجرام يقلبوا على شي جريمه هادو الناس مكلفين دابا هادو. حتى تاني ما تصلح لها الرجال الولاد فهمتي، عندهم جماهير كبيره خصهم يديروا لهم على الاقل ديك 50 الف ديال الجمهور ولا 45 فهمتي، وغادي بعد تدخل 35 الاخرين اللي غادي يجيو تا يبغوا يتفرجوا تا هما، تيولي بنادم تكسر تيل الطوموبيلات السيارات الى اخره يولي الاجرام، راه هما تيقلبوا على الاجرام المسؤولين ويلو حال الرجاء ويلو حال الولاد. الصراحه الجمهور ديال الرجاء والجمهور ديال الولاد راه جمهور كبير هنا في الدار البيضاء، خصهم يديروا لهم اكثر من 35. 35 في زيد كيرا ما قداش بالنسبه لنا، هادو ما بغاوش يبينوا المغرب على حقها ديالو، خصهم يزيدوا التذاكر حيت الرجاويين كثار، ماشي الرجاويين كثار بزاف. انا بعدا رجاوي جاي من سطات وغنبقى حتى نهار الجمعه باش نتفرج في الماتش، مي غنمشي نلقى التيران خاوي ما فهمت والو. 35 تذكره ما كاينه فيها حتى حاجه، غيبقاو غير على برا مكرفسين. من الاحسن ينظموا الماتش، الالترا باغا تصايب داكشي زوين وباغا الجمهور يكون كثير باش يعاونها في التشجيع. بالنسبه لي انا هاد 35 تذكره راه 35 الف تذكره راه والو، راه النص ديال التيران غيبقى في الزنقه. شو مازال كاين المغاربه مثلي انا بعدا جاي من سطات جاي من سطات باش نتفرج في الماتش، وبزاف بزاف والله انا بغيتهم يشجعوا هاد الفرق ديال المغرب، ما بغيتهمش يطيحوا بهم. حنا ديما الجمهور ديالنا هو اللي كيعتقنا في هاد المباريات الاخرى، لا الاهلي ولا الرجاء ولا الوداد، كنتمناو لهم الخير بجوج ان شاء الله. ما قداش 35 حيت غيكون الجمهور بزاف مع الرجاء خسر عليه اليوم هذا الماتش هذا ديال روتور، غيبغيو يشجعوهم غادي يكون الجمهور كثير بزاف. 35 الف راه ما قداش، راه تكون بعدا واحد 50 ولا 60 الف راه غيجيو الناس من المدن الاخرين، ما قداش غيكون الناس 35 غتفرجوا والاخرى غيبقاو على برا. لا ما خصوش كلشي تكون الوراق كلشي يدخل يتفرج يشجع الرجاء، هذوك اللي غادي يبقاو على برا هما اللي غينوضوا الصاع وغينوضوا الفوضى، هما اللي غادي ينوضوا الصاع وسبب هما اللي ما دخلوهمش صحاب الصاع ولاو غيدخلوهم ان شاء الله التيران. الا ما بغاوش يكون الصاع يكون هذاك الشيء كلشي يدخل.